لازم اقول عن اخواتكم في القوات المسلحه، حاولت اثنيهم عشان معذورين لو ما شاركوا. انتم يعني وضعكم الخاص اقول يشاركوا مشاركتهم كل عام، وهذا الحقيقه يقدر جدا الاخوان في القوات المسلحه. يعني رفضوا انهم مع انهم يحتاجونهم ويبونهم والله ويشتغلون هناك، لكن قالوا لا ما يصير. هذا شرف لابد ان نؤديه.